السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الدول دخلت المعلمة الصف على الطلبة وقالت لهم استعدوا لحل الاختبار، فأعطت كل منهم واحدة ورقة، فقالت للطلبة افتح الورقة وأجب على السؤال. فاندهش الطلاب عندما فتح الورقة أنه لا يوجد سؤال، وإنما توجد نقطة سوداء صغيرة في منتصف الورقة. فقالوا ماذا نكتب؟ فقالت المعلمة اكتب ماذا ترون. فأخذ الطلاب يكتبون ويكتبون ويكتبون، وعند انتهاء الوقت قامت المعلمة بجمع الأوراق وقراءة الإجابات في الصف على الطلاب جميعا، وقالت لهم أنا لا ألومكم لأن الجميع أجاب عن النقطة السوداء وبدأ في شرح النقطة السوداء، ما هي النقطة السوداء و إلى آخر، ونسي كل البياض الذي في الورقة وإنما تكلم عن النقطة السوداء. فهذه هي طبيعة حياتنا، فلا تدع الأشياء الصغيرة والمشكلات الصغيرة تؤثر على صفو حياتك. فحياتنا مليئة بالنعم والعلاقات الطيبة والأشياء السعيدة، فلا تجعل المشكلات البسيطة أو الخلافات البسيطة تعكر حياتك. لا تكن من الناس الذين يبحثون عن المفقود ولا يشكرون الله على الموجود، بل كن من الذين يشكرون الله على المفقود وعلى الموجود. ابتسم، تفاءل، اسعد بحياتك. الحياة لها وقت معين، فيجب علينا أن نستغل هذا الوقت في إنشاء العلاقات الطيبة ومشاركة أفراحنا وأحزاننا مع الناس. نكن أكثر سعادة وأكثر تفاؤلا في نشر المحبة والابتسامة بيننا وبين أصدقائنا وحبابنا.